مع السلامة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شنو غتصوب لينا؟ غنصوب إن شاء الله هذا النهار واحد فيوتين تنديرو في جميع الحويجات اللي هما زوينين ديال كنديرو في الحلوى باتيسري ديال الحلوى ديال عيد الميلاد ولا وكنديرو في الحلوى ديال بيستير وكنديرو بحوايج أخرين. المهم دابا غنصوبو منين نسولو عليه السيدات وبناتي يعرفوني شنو كنقصد. الفيوتين ان شاء الله غنصوبو به واحد الحويجات اللي حنا دابا غادي واحد الحلوى غنصوبها ان شاء الله من بعد غدا ولا بعد غدا وغنصوبو حوايج اخرين فيه ان شاء الله. الفيوتين كيتندر كطبقه مقرمشه وكيتباع في المحلات عند كيبيعوا داكشي ديال الحلويات لوازم الحلويات كيتباع بالثمن. دابا غادي يهتموا به دابا اكثر يا الحلويات اللي هما تيصوبوا الحلوى واللي تيصوبوا هذا الشيء بكثره كيحتاجوه بزاف دابا غادي نصوبوا غادي يعطي واحد كميه كبيره و تنديروا في واحد الباطه تنسد عليه تنخدم به مده طويله ان شاء الله تيخسرش كيبقى مقرمل. دابا هاد الوصفه هادي تتبغي العبار ما كاينش عندك ميزانك في هذا الشيء الشرومي تيبغي العبار بالميزان. انت 35 غرام ديال البيض البيض انا ملي درت البيضه جاتني هنا نيشان بيضه فيها 35 بيضه فيها 35 غرام 35 غرام ديال البيض 35 غرام ديال السكر كلاصي 35 غرام ديال الزبده 35 غرام ديال الفورس نفس العبار هنا راه درت قريص هاد الملحه في هاد الجبانيه باش نبدا نخدم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم على حسب اللاطه ديال الفران هاد العبار كيجي معاها نيشان. بالنسبه الا كانت عندهم اللاطه كبيره فهما راه غادي يقدوا يضعفوا الكميه ولكن غيبقى دائما نفس العبار. خصو يجي رقيق ملي يجي تسرح دابا نوريك كيفاش نشوفوا نبداو. بسم الله غنبدا عندي الزبده عندي هنايا الزبده مزيانه انا ديما تنستعمل الزبده داك مزيانه ولكن ما عمري ما درت في الحقيقه الفرا باش نعرف واش كتخدم ما نعرف. دابا الزبده سبيسيال كتبداي بالزبده والسكر كلاص من الاولى انا كنخدم بتاولي بحال البوماده مزيان عاد كنضيفو شي لاخر عاد تندير شي اخر ممكن نغربلوه باش ما يعذبناش. اييه تغربل نسيت ما غربلتوش بعدا حتى ولكن باش كنخاف نتعطل عليه غيتكبد ما يتغربل هكا ملي تجي تصوبي الزبده وهاد السكر كلاصي باش قلت لك انا الزبده خصها تكون مزيانه باش تحل دغيا هذيك مانكالين ولا هذا ما تتبغيش ما كيدخلهاش السكر دغيا. الزبده راه مرخيه وحاره تكون مرخيه طبخ اييه باش كتساعدهم. دابا حنا غنوقفو حيت غنخدموها مزيان تتولي بحال البوماد ونرجع ان شاء الله. هانتي ها هي تخدمات مزيان تنقص بحال البوماد شتيها. دابا غادي ندير هاد البيض بسم الله دابا حتى هو غادي نخدمو مزيان حتى يدخل في هاد الزبده مزيان. اخر حاجه هي الفرص تا من بعد نخدمو دابا مزيان حتى عرفنا حتى هو يتخدم مزيان ميبقاش يبان عاد نبدا ندير الفرص ان شاء الله. تقدري دابا ديري هادي باش تعاونك معانا حتى ندخل البيض مزيان باش نزيد معلقه. دابا انت شتي خدمتها مزيان تدخلت داك البيضه كلها ديك الزبده والسكر كلاصي. دابا غادي نزيد هاد الفورس اخر حاجه نضيفوها وسهل ما كياخذش الوقت كيفوتش 5 دقائق وكيكون واجد صافي كيبقى طردي البال الفران عاوتاني طردي باش ما يتحرقش طردي ليا البال في الفران يبقى طياب يعني المجموع تقريبا 11 دقائق كله يكون طيب واجد صافي عاوتاني نخدمو هذاك الفرس مزيان تيدخل مزيان حتى ما يبقاش فيه حبيبات نصرحو ان شاء الله شتي دابا تخدم مزيان شتي دابا انا جبت هاد الطبسيط درت له شويه ديال الماء من التحت باش يلصق لي هاد الكاريط ديال الماكله. دابا غادي نصرحو هنا مزيان نصرحو باش يجي رقيوق. علاش هاد العبار دابا اللي عطيناهم ديال هاد لاطه صغيره الا كان عندك بزاف راه خصك ديري لاطه كبيره حتى نخليه كله عاد نزيد نصب هاديك هاديك ما كتجرش تنضحك
شويه هنا باش يعذبنيش منين كنت كنجرب. انت شتي جبيق القالب حتى كنقادو مزيان كتوركي عليه مزيان باش يجي رقيق باش ما يجيهمش غليظ حيت هكا كيجي زوين في المذاق وفي الاستعمال وفي كل شيء. ان شاء الله نرققو ونرجع ثاني ان شاء الله نشعلو الفران ونقادو مزيان نجي نرجي باش نعطيك الضو. هانتي يا شتي دابا قديتو مزيان كيجي رقيق خصو يجي هكا رقيق باش ملي كيطيب كتفرسي تيجي مقرمش. ندخلو دابا الفران ان شاء الله من بعد ما خليناه يسخن واحد المده يعني شويه بحال غيطيبو الخبز خصك تردي ليه البال باش ما يتحرقش هاد غير كيوجد خصو المقابله الفران شحال نديرو 160 حيت انا تندير في الفران الاخر عادي الحراره كتكون طالعه شي شويه يعني تقريبا واحد 200 درجه حراره من الفوق ومن التحت يتحمر ان شاء الله ونرجع صافي ان شاء الله. وجد شتي وجد خرج صافي دابا غادي نخليو حتى يبرد نبداو نفرتسو فيه ان شاء الله. انت شتي شتي انا هادشي كله حتى يولي بحال هكا كيبان لي طرفه صغيره طرفه صغيره من بعد من هادشي كيجي زوين في بعض البلايص اللي ما طايبينش هنا يقدروا يردوهم من الفران طيبو كنبدا هادشي دابا كنردهم يكونوا واقيلا شويه غلط هادوك البلايص اللي ما طايبينش راه كيكونوا كنردهم. هانتي شتي صافي دابا نهرسو كنقولو غادي نفرسو شتي كي كيجي كلو كي تفرس كاين لي كيدهنو بداك البريو باش كي حي مكاينلاش هدا طبيعي كان أنا مكنديرلوش أنا داك البريو متنديرلوش دابا كاين باش يجي بحال زعما لي كيشريو كيتباع كيتباع قبل ما تفرسي كدهني داك البريو بحال نديرو دابا في البواطا هي كتسد مزيان حنا خطينا هذيك بالذات على قبل حتى بعدا غتسدها مزيان هي هكا كنحقدو نحتفظو به حتى العام ما يطرا ليه حتى شي حاجه لا بغيتي بغيتي تقطير تقدر ديها رقيق بغيتي غليظ نديرو دابا هنا سالينا سالينا هو جد تبارك الله قرمش قرمش تبارك الله كيجي من داك الشرقي الحلويات هذا كاين دابا اللي كيعرفوه مزيان كيشريو منه كيطيح عليهم غالي اللهم يتصوب في الدار حسن كيتصوبوا فيه الحلويات مازال كندكدكو على حسب شنو غنخدمو به كاين الحاجه اللي غنخدمو فيها نخدمو بها هكا غليظ كاين الحاجه اللي غنخدمو بها رقيق وكاين شي بعد هذا نديرو لواحد ملون يعني كيبري يعطي البريو ديكشي على حسب كل واحد كيفاش بغا يستعملو مرات عارفين المعلمات اللي كيخدمو الحلوى وكيشريو راه عارفينو تيصدق زوين دابا تصوبي في الدار حسن دابا حنا عطينا واحد القدر اللي هو القدر ديال بيضه وحده الا اللي لقيتي في البيض البيض ديال البيضه تعبريها شحال ما فيها 40 غرام ولا 30 غرام ولا هذا تعبريها شي اخر يعني ما يحتاجش انهم يهرسوا بيضه واحده اخرى باش يكملوا بها العبار اللي حنا عطيناهم لا ما تحتاجش يعني اللي خرجت لهم البيض البيض اللي خرج داك البيض البيض ديال الوحده يعبروا به الشيء الاخر كامل يعني لا عبروا لا لقاو فيه مثلا 28 غرام مثلا في بيض البيض كلشي ديروا 28 غرام ان شاء الله باش ما تكلفوش باش ما تهرسيش عاد البيض على غرام ولا 2 غرام ولا 3 غرام داكشي المهم الفكره هو يجي كلشي يجي قد قد أيه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان يقدروا يعبروا بالكويس صغيور مثلا يعبروا ويديروا بحاله بحاله سكر كلاصي بحاله زبده يحاولوا يجيبوا داكشي كله تقادة وحده تقادة وحده هذا حيت اغلبيه ديال الناس ما عندهمش الميزان بالنسبه لهذا واش الثلاجه ولا فين كتحط ولا على برا لا غير على برا بلا الثلاجه على برا تسد عليه مزيان بسميتو بشي حاجه كتسد مزيان باش ما تدخلوش الهواء تسد مزيان حتى يبقى حتى عام
شحال ما 3 شهور 4 شهور شحال ما حطيتي هكا كتلقاي هكا مسرب كيما حطو كيلقاو ما درتش ما تدخلوش الهواء ان شاء الله يصوبوا كميه كبيره يحتفظوا بها يبقاو يصوبوا بها على طول العام كيلقاو ديما مقرمله. ماما شكرا. هذا كنستعملوه في الحلو في الكاطو وفي الطبقه مقرمشه ديال الحلويات ديال لانيفيرسير كنستعملوا فوق الكلاص عنده عده استعمالات. باش نصوبها ديال الحفيضه اشاش كان جديد الشيء باش ان شاء الله ملي نجي نمضي الحلوه كل شيء موجود. ماما تبارك الله عليك فخرة ان شاء الله مميزة الله يعاونك. وصلنا لنهاية الحلقة كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش شاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتتوصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.